اللاترال سيركمفليكس زي ما احنا عارفين ده برانش من البروفاندا ارتر ودايركتد لللاترال سايد تحت السارتوريس، عشان هنا بعد ما بيعدي السارتوريس اهو بيمشي تحتها بيديني اسندنج وديسندنج وترانزفيرس. الاسندنج برانش ده بيروح لحد الانتيرو سوبيرو الياك سباين، الترانزفيرس برانش بيروح للكروشيت اناستيموز، الديسندنج برانش بيروح للجوينت اللي تحت الديسندنج تحت لحد ما يوصل للني جوينت. يبقى اللاترال سيركمفليكس ده برانش من البروفاندا ارتري دايركتد لاترالي، بيعمل كروس طبعا للفيمورال نيرف اللي هو بيبقى ماشي على اللاترال سايد بتاع الفيمورال ارتري، يوصل لحد السارتوريس، يستخبى تحت السارتوريس، يدي اسندنج برانش ويدي ديسندنج برانش ويدي ترانزفيرس برانش. الاسندنج برانش بيروح للانتيرو سوبيرو لك سباين، الديسندنج برانش ده بيروح للني جوينت، والترانزفيرس برانش بيخش في الكروشيت اناستموسيس. ده اللاترال سيركمفليكس فيمورال ارتري.